نبدأ من جديد إلى نفس الموضوع الذي كنا به وهو تيد إكس نواكشوط. إلى أننا هذه المرة سنحاول أن نناقش أفكار الشباب الذين حضروا هذه التظاهرة. نستضيف معنا الشاب السيد الحاج إبراهيم، أحد مؤسسي نادي 21 أغسطس الشبابي. 21 أغسطس أو 21 أغسطس ليس نادي، ملتقى. ملتقى هذا المنتج كلنا نطيح له درديزه. ملتقى 21 اغسطس، شكرا جزيلا. بدايه، رايكم في تظاهر التدايكس؟ في الحقيقه التدايكس كان تجربه جديده وتجربه رائده، تنظم محليا. تد برنامج عالمي له سمعه عالميه، ينظم منذ 1984، له سمعه كبيره في العالم، يستضيف كبار الشخصيات، كبار المبدعين، كبار المفكرين. بداية كان مخصص لي، كان محصور بين ثلاث كلمات يختصرها عنوان تيد: تكنولوجي انترتينمنت ديزاين. تكنولوجيا انترتينمنت اللي هو ترفيه، ديزاين تصميم. بعدين فتح واصبح يستضيف كبار المفكرين في كل قطاعات، كبار المبدعين في كل قطاعات. رايكم انتم فيه كنادي ملتقى، عفوا؟ التجربة المحلية أو التجارب التي تقام، التجربة المحلية خصيصا، البداية المحلية، ما تعد قاعد تجرب، هي بداية، هي افتتحت يامس، تجربة انتهت، هي تجربة تسمى تجربة. التجارب التي تقام خارج أمريكا تسمى تيد إكس، إكس ترمز لأي مدينة، أصبح للمجهول. لا، ولكن يمكن أن تقول نعم، يمكن أن تقول، ولكن هنا ليس مجهول. هون النسخة المحلية تسمى تيدكس نواكشوط، موجودة تيدكس مقديشو، تيدكس القاهرة، تيدكس باريس، تيدكس لندن. فعلا وفاتوا عرفونا عليها الزملاء وأصحابك كانوا هم سابقا كيقارن دورنا، عرفوا رأيك أنت كشاب ساهمت في هذا، شنو رأيك في هذه النسخة المحلية من تيدكس؟ مش تقدموا لهم الأفكار أنتم ك 21 أغسطس؟ نعم، انا شاركت في البرنامج ك 21 غشت يقولوا توانسه. انا شاركت في البرنامج كمتحدث من بين 8 أو 7 متحدثين. كل شخص من المتحدثين يتكلم عن تجربه شخصيه، او هو يعتني بامران، اما تجربه واما افكار، ايدياز اور اكسبيرينس. 8 أشخاص أو 7 أشخاص كلهم تكلم عن تجربه خاصه. انا تكلمت عن تجربه يوميات صائم في نواكشوط والتي ادت يوميات كنت الكاتب اصلا. نعم، زين، دائما يوميات صائم في نواكشوط. صائم في نواكشوط، نعم. قريتي ان شاء الله ندور نقراها ان شاء الله. اذا تحدث عن تجربه اللي هي تجربه يوميات صائم في نواكشوط، والمرتبطه بتجربه ملتقى 21 اغسطس اب. يوميات صائم في نواكشوط هي نصوص كنت اكتبها منذ رمضان 2012، وكنت انشرها على المدونه الخاصه بي، ولقد تجاوب كبير من المشاهدين، من القراء، سواء في داخل الوطن او خارجه. خلينا نتجاوز شويه للمخرج والمنتج ونجيب له اخبار يوميات صائم. خلينا نخرج عن موضوع تيد اكس. لا، هو مرتبط. الفكره اللي جاتك اصلا من يوميات صائم؟ يوميات صائم بدايتها انني منذ لم اصم قط في نواكشوط. سابق ذاك 2012 اول سنه اصم شهر كامل في نواكشوط، ولذلك كانت عندي، وقبلها بأشهر كنت قادم من كوبنهاجن، كنت فزت بجائزة كتاب الشباب العرب في كوبنهاجن، وكنت متفرغ، انهيت مرحلة من الدراسة وكنت متفرغ، لذلك قلت أن لماذا لا أشغل وقت رمضان، لأن موريتانيا دائما الجاد. نعم، النوم. لذلك كانت عندي فكرة أن أبدأ في كتابة نصوص يومية، وهي تجربة تقريبا هي فيها أنا قريت فيها ياسر معاناة، كنت كل نهار في رمضان معاناة والعطش والحموان. نعم، هي تتحدث عن مشاهدات الصيام في نواكشوط، أحاديث الناس في التاكسي، أحاديث الناس في المعاناة التي يلاقيها المواطن الموريتاني في الإدارات، في الشوارع، الناس بتكمي، الناس تشرف رمضان. نعم، كل الظواهر المتعلقة بالصيام. وفي نهاية الشهر ارتأيت أن أعزم القراء الذين كانوا، كنت على اتصال معهم. أعزمتني معنا لما كنا أعلم أنك تشاهد اليوميات. طيب، حلقة أكبر. فنفعل ما كم تخلوني أوفي لكم. أوفينا ليك، يا عادتنا نحن هون أهل التلفاز هون حواصة، يا غير لين تسكتوا بعدين تكفت ما خلوا فكرة تكتمل، لأن حوصل كلام من نعم.
دعوه يوميات صايم في نواكشوط تم خاض عنها ملتقى 21 اغسطس اب. ملتقى 21 اغسطس اب هو تجربه رائده، تجربه ثقافيه في اغسطس الماضي خلدت عام من الاستمراريه. هذا رولك الاشهار رولك مدفوع شك انا سكتوا عنه. تفضل تفضل على راحتك. اذا لا حاول تختصر شوي. نعم 21 اغسطس اب الماضي خلد عام من العمل الثقافي المختلف المستمر. هو تقريبا صالون ثقافي يعقد جلسة أسبوعية، كل أسبوع يستضيف فنان أو رسام أو كاتب أو شاعر أو مفكر أو ناشط اجتماعي أو سياسي، نعالج القضايا التي تهم الشأن العام الموريتاني سواء كانت اقتصادية ثقافية ولكن بالأساس ثقافية، لأن الموريتانيين يتحدثون كثيرا في السياسة. لذلك ارتئينا أن نعالج القضايا الغير مطروقة التي لا يطرقها التلفزيون الموريتاني خصوصا والإعلام الرسمي، ونضعها على الطاولة. شوفتك اللي هي غير سابق ذاك، سابق نفتحوا ذاك المجال شوي. قوس 21 اغسطس ما هو اسم محل؟ 21 نعم عندما ارتأى الشباب ان تتواصل الفكره، تتواصل الاجتماعات، فكروا في اسم يكون مختلف. مختلف عن ايش؟ مختلف عن الاسماء مطروقه. مثلا انت بدات بنادي، نحن لسنا نادي، نحن نهرب من التسميات الموجوده، النادي، جمعيه، سميناها ملتقى. بيكم عز التميز والله شبيكم. نعم ياك ما يخالف تعرف. نعم ربما، ولكن النشاطات التي نظمنا مده عام هي التي نعرف من خلالها، ليست المخالفه من اجل المخالفه. استضفنا عده شخصيات في الهامش الاجتماعي، في الهامش الاقتصادي، في الهامش الثقافي غير معروفه، وتتحدث عن القضايا التي تهم الموريتاني، تهم المواطن الموريتاني. وعن هذه التجربه كنت اتحدث في تيدكس تقريبا، الافكار، البدايات، المواضيع التي تطرقت لها في يوميات صائم وملتقى 21 اغسطس اب. الرؤيه التي قول لي حد ضرك مثلا لينضم لملتقى 21 اغسطس ملتقى ما هو كونه يفتح صفحه في فيسبوك، راح لي شروط اخرى شنو هي؟ لا حتى الان كان انت من مره من ميزات مره نجيكم في القهوه. لا مرحبا بك. من الميزات التي عند ملتقى 21 اغسطس اب هو انه ليس عندك بطاقة دعوة، هو يقام في مكان مفتوح، وعقده في مكان مفتوح يرمز إلى شيء، يرمز إلى الشفافية، أنه مستقل. ما هناك شيء. طيب ما هي بالتحديد الأفكار التي تقدمونها من خلال 21 أغسطس؟ الأفكار التي نقدمها هي أفكار الضيوف والمواضيع التي نناقش. نحن نستضيف مفكرين، نستضيف فنانين رسم في الخارج أو في الداخل. استضفنا الكثير من الضيوف من القامات الفكرية والشعرية التي تنتج في داخل موريتانيا، كما استضفنا ايضا اسماء من الخارج مثلا الصحفي الفرنسي المرموق الان جريش، اسماء محفوظ سينمائيه معروفه اردنيه كانت هنا، شاعره سودانيه لا يحضرني اسمها، كثير من الشخصيات التي زارت موريتانيا في اطار شخصي. كان قد فكرت تعدلوا 21 اغسطس هذه تعدلوا برنامج تلفزيوني او اذاعي؟ والله هذا اللي شكلت عنه تقزيم. لا نحن الآن بعد عام من العمل نحن في صدد إجراء تقييم عام من العمل، تقريبا المطبات أو النقاط التي فشلنا فيها، سنعقد اجتماع تقييمي ربما يدخل الملتقى في مسار جديد، هذا يكون أكثر جدية وأكثر، لأنه كان يعتمد نوع من التلقائية سواء في تنسيق الضيوف أو والفكره وراء ملتقى 21 اغسطس اب هي استقلال المتاح من الحيز العام. الموريتانيا ليس الحيز العام فيها ضيق جدا او لا يوجد، على مثلا توجد القهوه التونسيه اشهار اخر. مو انت في وخلت ثلاثه ولا اربعه. ويوجد ايضا ساحه واحد ما ترى ما يحانك قدامه. نعم اذا الحيز العام بمفهوم الفلسفي عند هابرماس وجون ستيوارت ميل نريد ان نستقله بالقضايا التي تهمنا كموريتانيا. لان تعدوا مقايضه تستضافون منى هذه المفكره الكبيره منى والله الفيلسوفه العظيمه ملتقى 21 اغسطس وتناقشوا مولي معها الملف النووي الايراني والتدخلات الامريكيه في المنطقه والشرق الاوسط الجديد. بالمقابل تعود ما تدفع ثمن الاشهارات الوخلط والتلفزه. شخصيا لا استطيع ان اخذ القرار على ملتقى 21 اغسطس، انا مجرد عضو. انت عايد منك هو شيخ. لا تفوتك الفرصه. لا احنا ما فينا الشيخ، احنا متجاوزين ذيك المسائل، احنا متجاوزين ياسر من الافكار عند الموريتاني، قضيه الشيخ وقضيه وصل لي ما عنده كبير يشتري له كبير. جنسية الشيخه ما هي خاصه بعد راهيانكم بالموريتانيين، العالم كامل لا بد من حد يحكي. منى انت مين هذا اسمك؟ نقال الوقت اذا نشكرك سيد
الحاج والابراهيم احد مؤسسي ملتقى 21 اغسطس غشت الثقافي. شكرا جزيلا لك.